ومعنا من لندن مراسل الإخبارية بدر العازمي. مساء الخير بدر، أبدأ معك بدر. بداية، ما هي الاستعدادات في لندن لاستقبال ولي العهد؟ تفضل بدر. بدر، مساء النور زميلي إسماعيل. يعني كما شاهدت من الحكومة البريطانية الفترة الماضية من خلال لقاءاتنا عن أهمية هذه الزيارة، الحكومة البريطانية ذكرت أن لقاء الصحراء الذي كان في عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه هو كان أول فصل لهذه العلاقة التاريخية، والآن حفيد المؤسس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجسد هذه العلاقة بهذه الزيارة. الأصداء جدا واسعة في هذا البلد، هناك استعدادات على قدم وساق لاستقبال سمو ولي العهد. يعتبر البريطانيون هذه الزيارة مهمة لهم جدا على كل الأصعدة، مهمة أن تجسد الشريك الأكبر لهم في الشرق الأوسط، الحليف والصديق القديم، كذلك استعداداتهم في تزيين الشوارع. ما شاهدنا صور ترحيبية بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ربما لم نشاهد هذه الصور في الفترة القادمة بحكم عملي هنا من العاصمة لندن، وبحكم ما سمعته من الذين عاصروا هذه العاصمة البريطانية. لم تكن هناك هذه المظاهر، هناك مظاهر ابتهاج وفرح الحكومة البريطانية بلا شك. أيضا سمعنا كذا تصريح من مكتب رئيسة الوزراء تريزا ماي، كذلك من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، كذلك من أعضاء البرلمان، كذلك من رجال الساسة في هذا البلد. هناك ترحيب كبير بهذا كما يلقبونه الأمير الشاب الذي استطاع أن يحدث التغيير ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في الشرق الأوسط وكذلك العالم. نعم بدر، يعني كيف تابع أيضا الإعلام البريطاني زيارة ولي العهد؟ جميل، بالتأكيد يعني الإعلام البريطاني قام بتغطية هذا الحدث ليس في هذه الأيام، وإنما منذ شهر من الآن. لعل أبرز هذه الأخبار هو اللقاء الحصري مع لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع تليغراف، الصحيفة البريطانية العريقة الأشهر، والذي ربما تحدث فيها عن عدة محاور مهمة، عن كيفية دور المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف، وأيضا عن العلاقات البريطانية، وكذلك عن التغييرات وعن التطور التي تشهده المملكة. وكذلك ركز على نقطة واحدة تناولتها وسائل الإعلام كلها، وهي أن المملكة العربية السعودية تواجه التحدي الكبير، وهو الخروج، وهو رؤية 2030. لإنجاح هذه الرؤية هناك على الجانب الآخر من بريطانيا خروج بريطانيا من المنظومة الأوروبية، إذن هناك فرص استثمارية كبيرة، هناك توافق كبير، لا سيما على التوافق، أيضا ذكرت وسائل الإعلام على التوافق السياسي في بعض القضايا والمواضيع المهمة. لا تزال هذه التغطية، ربما شاهدنا لأول مرة على مواقع هذه الصحف البريطانية صورة ترحيبية للأمير محمد بن سلمان، يعني يمكن وصف القليل من ما غطت وسائل الإعلام هنا في بريطانيا عن هذه الزيارة. نعم بدر، يعني إذا كان لديك معلومات عن جدول الزيارة. نعم، هناك ستتم لقاءات عدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هنا في العاصمة لندن، لقاء مع الملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأيضا لقاء مع رئيسة الوزراء، لقاء مع ولي العهد. جدول بالطبع بالتأكيد حافل، لن يكون هذا الجدول فقط للاجتماعات مع رجال الساسة وصناع القرار في البلد، وكذلك على الجانب الاقتصادي، على الجانب التعليمي، هناك الكثير من المعلومات، وسنوافيكم بها إن شاء الله في التغطيات القادمة. نعم، كان معنا من لندن مراسل إخبارية بدر العازمي، شكرا جزيلا لك بدر على هذه المعلومات.